من داخل السجون. كل هذه الآلية، كل هذه الصورة، كل هذا الجهد اللي عنده صالح العروري، كان من الطبيعي أن يقوم بنيامين نتنياهو بتصفيته بناء على كل هذه الصورة، أول شيء الحقيقية، بالإضافة إلى عملية التضخيم الكبير اللي صارت خلال السنوات الماضية لكي يتمكن من تصويق هذا الاختيار على أنه انتصار، في حال قرر أنه يخفض مستوى العمليات البرية والعسكرية في قطاع غزة. طيب، حصل الاغتيال وحصل التجاوز للخطوط الحمر الذي كان قد وضعها حزب الله سابقا، وأعلن بشكل صريح الأمين العام لحزب الله اللي أشار لها بخطابه الأخير، ولو كان الخطاب اللي حذر فيه من تجاوز هذا الخط سبق 7 تشرين، وجاء الخطاب يوم أمس، وشاف في البعض يعني رسالة مبهمة غير واضحة بأنه الرد ما رح يعني بقيت مشكولة. هل باعتقادك حزب الله سيتجاوز هذا الاغتيال ويعني يرد عليه بما يراه هو مناسب، ولا يستحيل أن يتراجع حزب الله عن هذا الوعد الذي سبق وأعطاه حفاظا على صورة الردع اللي تمكن من تكريسه بالفترة السابقة؟ ليك هون يعني يكثر كثير النقاش حول انه حزب الله سيصدق او ما سيصدق، حيقدر ولا ما حيقدر، لكن الواضح انه حزب الله عم بيراعي كثير الساحه الداخليه بشكل واضح من خلال حرصه على عدم تفجير الحرب. وقال الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بخطابه انه كل المفادين حكونا وكل الدول عم تتواصل معنا حتى ما نفجر الامور. وبالمناسبة صارت بعد الاغتيال، بتعرف انت بعد اغتيال بدقائق معدودة بدأت الاتصالات من كل الدول، موسى هوكشتاين على مدير المخابرات الفرنسي الجديد، على مسؤولين مصريين، على مسؤولين قطريين، انه نحن ما بدنا ان تروح هذه العملية الاغتيال الى ان نعطي نتنياهو زريعة ليروح على حرب. اثنين، ما قاله بنيامين نتنياهو نفسه بعد الاغتيال انه هذه غير موجهة للحكومة اللبنانية ولا لحزب الله، ما يعني انه الطرفين يقتنعان انه الذهاب الى معركة كبيرة بيندرج تحت ردود على اغتيالات رضا موسوي او الشيخ صالح العروري او التفجيرات اللي صارت، أو التفجيرات اللي صارت بايران، كل هيدي اكيد حيرد عليها. لكن انا برايي وفقا لقواعد وضعتها ايران، لان كلياتنا ندرك انه كذلك الجانب الايراني حريص ان يذهب ان يستثمر كل هذه الوقائع اللي عم تصير في المنطقة واللي هو جزء اساسي منها لا توقيع الاتفاق النووي قبيل الانتخابات الأمريكية، لأنه يدرك خطورة وحساسية الانتخابات، لأنه تشايف عسوسه نقطة يعني كما بيقولوا الانتخابات الأمريكية. هذا كمان بده شرح كتير كبير، ما حنفوت يمكن على الانتخابات الأمريكية، لكن أعتقد أنه الرد إن كان من حزب الله أو من الجانب الإيراني حيكون في الأطر اللي كان دائما الرد فيها، اغتيال قاسم سليماني ورفيقه المهندس أو الخبراء النوويين، عم بيكون دائما الرد مدروس والاستهداف كتير واضح. اثنين، أعتقد أنه الرد على اغتيال صالح العروري سيكون يعني ملك حركة حماس، وفي إطار أنه حماس هي اللي حترد على هذه. هذا كيف بدي أسألك، يعني البعض كتير اعتبر تحديدا خلال بداية يعني العمليات التي أعلن عنها حزب الله أنه واللي يعني خفتت في الآونة الأخيرة، أنه في كتير منها أو في جزء منها كان عم يتم التوقيع في توقيعها بكتائب القسام بدلا من حزب الله، ممكن أنه يلاقي حزب الله هذه الصيغة لكي يكرس صورة الردع، ولكن بنفس الوقت انه يلعب لعبة الإسرائيلية اللي عم يدعوا انه هذا الشيء مش موجه ضد حزب الله او لبنان، هذا موجه بس حماس، فبالتالي يترك كتائب القسام هي من تقوم بالعملية. ليك خلينا كمان ننطلق من قصة رئيسية، انه اليوم حضور حماس العسكري في لبنان بات امرا واقعا.